مشاهدينا، النشرة انتهت، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. العبادي: لا يوجد مستحيل على العراقيين والعالم، وصف الانتصار على داعش بالمعجزة. مجلس محافظة صلاح الدين يدعو إلى زيادة التخصيصات المالية لتوفير فرص عمل وخدمات لنازحي مدن وقرى المحافظة. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعلن أنه لا يوجد أي تخوف من اختراق أجهزة العد والفرز الإلكتروني. انتهت نشرتنا، شكرا لكم على حسن متابعتنا، ودمتم بأمان الله.